يا راحم العباد الذين غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك وتيقنوا بعد أن أذنبوا ألا غنى لهم عن سؤالك. يا رب خضعت بالإنابة بين يديك وفزعت من ذنوبي إليك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، يا رب ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحائب رأفتك. يا من لا يفد الوافدون على من هو أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أن ترحم من ضعفت حجته في جميع خطاياه وعلم جرم إعراضه عن سيده ومولاه، فاستجب يا رب دعائي ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي قد وجدتك رحيما فكيف لا أرجوك، ووجدتك ناصرا معينا فكيف لا أدعوك، وكيف يغويني شيطاني إذا حفظتني، وكيف يستولي علي ذنبي إذا رحمتني. يا رب بقدرتك علي تب علي، وبحلمك علي أعف عني، وبعلمك بي أرفق بحالي، واجعلني أسوة لكل من يريد أن ينهض من غيابات المذنبين، وخلصته بتوفيقك من طول آمال الغافلين، فأصبح طليق عفوك وتحرر من سخطك وعتيق رحمتك من وثاق عدلك. إنك إن تفعل ذلك بي يا إلهي تفعله بمن لا يجحد استحقاق عقوبتك ولا يبرئ نفسه من استيجاب نقمتك. فاللهم أرشدني إلى طريق الثبات في الحياة قبل الممات، فأنت يا إلهي أهل ألا يغتر بك الصديقون ولا ييأس من رحمتك المجرمون. أوقفت نفسي موقف الأذلاء المذنبين الأشقياء المستخفين، سبحانك أي جرأة كانت عليك، وبأي عمل أقف بين يديك. سخطه أحد سواه.